جايلكم النهاردة بست أفكار عن الفازلين هتحللك مشاكل كتير بتواجهك في بيتك ما تصدقيش إنها تنحل بالفازلين. تعالي يلا نشوف الأفكار دي، وتالت فكرة هي أهم فكرة في الفيديو كله. تعالي يلا نشوف أول فكرة ونشوف دي عبارة عن إيه. أول فكرة معانا، لو أنت بتحطي كده مناقير على صباعك على ضفرك، تعالي بقى كده ودهني الفازلين على صبعك حوالين الضافر، مش على الضافر، حوالين الضافر، ودهني المانيكير، وبعد ما ينشف امسحي الفازلين. هتبص تلاقي المانيكير محطوط بطريقة حلوة جدا ومش جاي برا الضافر، والفكرة دي هتريحك كتير كده في حططان المانيكير. لو عجبتك الفكرة بقى يلا حطي لايك، وتعالي نشوف الفكرة رقم اتنين. رقم اتنين، لو انت كده خارجة وما عندكيش ورنيش، هاتي حتة كده من الفازلين على المنديل، وتعالي كده لمعي بيها الشوز بتاعك بالشكل ده، الجلد، وكمان بيطري الجلد معانا. يعني لو انت عندك كده الشوز من وقت للتاني، حتى لو انت عندك الورنيش من وقت للتاني ادهني بيه كده بالفازلين، هيطري معاكي وهيحافظ على الجلد، وكفاية كمان اللمعة بتاعته. بصي بقى كده اللمعة بتاعته جنان. ورنشي كويس بالمنديل ومسحيه جدا تاني علشان ما يلمش تراب. تعالي شوفي بقى لمعته في الشوزات السمراء. بصي الفرق بين اللي هي لسه ما اتعملتش بالفازلين وبين التانية، احسن من الورنيش 100 مرة، ورخيص وحتة صغيرة ومن بيتك. حلت لنا اكبر مشكلة ممكن تعاني منها. تعالي نشوف الفكرة رقم ثلاثة. الفكرة رقم ثلاثة دي بتقرقنا جدا في المطبخ. اما تيجي تسدي الباب الفرن، تكوني بتعملي كيكة، لو الفرن رزع الكيكة هتهبط منك. الفرن بقى علشان الباب بتاعه ما يتفصلش، تعالي على المفصلات بتاعته كده ودهنيها بالفازلين، هيتقفل معاكي الباب بكل سهولة، ومن وقت للتاني لازم تدهنيه عشان ما يصديش، وكمان يبقى بيتقفل بسهولة زي كده، وما تبصيش تلاقي الباب وقع منك على الأرض وتفصد. تعالي نشوف الفكرة رقم أربعة، ولو وصلت معايا في الفيديو لحد هنا حط لايك وعملي يلا مشاركة للفيديو. بص كده، تعالوا لو الباب عندكم بيزيق وبيعمل صوت وانت بتقفلي أو بتفتحي، تعالي كده على المفصلات ودهني الفازلين، هتلاقي الصوت ده انتهى تماما ومعادش له أي صوت وانت بتقفلي أو بتفتحي. تعالوا بقى كده نشوف بعد ما دهنا المفصلات، اقفلي وافتحي كام مرة هتلاقي الصوت ده اختفى بكل سهولة. تعالي كده على الأكرة، لو عندك الأكرة برضو كده بتعمل صوت عالي وانت بتقفلي أو بتفتحي، أو بتعصلك معاكي بتعمل تكة جامدة ما بتتفتحش بسهولة. تعالي ادهني كده اللسان بتاع الأكرة وادهني بالفازلين، واقفلي وافتحي يعني، وحركي الأكرة كده لجوه وبره، هتلاقي الباب بيقفل ويفتح بكل سهولة وكل سلاسة، هتحللك المشكلة دي جدا. وبدل ما انت تحطي لها شحم، الشحم هيعمل لك لون اسود طبعا، هيبهدل كل اللي داخل واللي خارج، اما الفازلين ملوش اي لون ولا له اي ريحة. فالفكرة دي هتعجبك جدا برضو كمان. وتعالوا يلا شوفوا كده، نشوف الفكرة رقم ستة. الفكرة رقم ستة عندنا، لو انت عندك بقى اجندات، عندك اي حاجة اخشاب، اي حاجة من الحاجات دي عايزة تلمعيها، عندك العفش بتاعك، الدولاب، اي حاجة عايزة تلمعيها، تعالي كده بحتة من الفازلين وحطي على الفوطة وادهني بيها ولمعي بيها الخشب. تعالوا كده نشوفوا على الخشب، لمعنا الاجندة ولمعنا الخشب، بتلاقي اللون بيفرق جدا واكنك لسه شارياه حالا. تعالوا كده وندهنه على الخشب، دي تلميع، مادة تلميع، انت ما بتحطوش كطبقة، انت بتحطيه على المنديل او على الفوطة وتلمعي بس كده، هيديكي لمعة خزعبلية. ولو عجبكم بقى الفيديو لايك وشير، واشوفكم على خير في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.